الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. نستكمل هذه المسيرة مع تواصل هذه الانطلاقات المتجددة. ها نحن وإياكم مع انطلاقة الشوط 18 والذي يحمل فئة القعدان وسن المفاريد انطلاقات هذه الشعارات المتميزة. بداية وإياكم إلى الصدارة إلى شعار سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي مع انطلاقة ملازم على الصدارة وعلى المركز الأول. نتابع وإياكم البرق ثانيا حسن بن ضيف الله بن علي البريكي على المركز الثاني. ثالث الأسماء هنالك مذخور مسفر بن محمد بن معيضة رزق على المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع حيث التقدم من قبل المتحد عقاب بن دعي بن بدر العقيلي على المركز الرابع. بن جبران ياتي على المركز الخامس لكي يقدم لنا انطلاق الطايش سالم بن جابر بن محسن الجربوعي على خامس المراكز. هكذا هي الأسماء والشعارات التي تحضر والانطلاقات المتواصلة. هنالك العودة وإياكم إلى بن مصلح. بن مصلح على البداية يتواصل ويقدم يقدم لنا شعاره على البداية وعلى النتيجة الأولى. نتابع الشعارات التي قدمت الآن. سياف وسلمان بن سعود بن نواف السعيد على المركز الأول غير. نتابع وإياكم انطلاقة شعار جابر بن عبد الله بن خلف الشمري يتواجد مع انطلاقة شعاره مع وصول الحذر على المركز الثاني. بن جبران ياتي الآن. الشعارات وصلت والأسماء. هنالك أحمد بن زيد الشريف يتواجد والقدوم من أحمد بن عايش بن عطية بن صخيبان القادم على المركز الرابع. وصل طالب بن خالد بن طالب بن شريم مع عجيب على المركز الخامس. هكذا هي الأسماء والشعارات. هكذا هم الأبطال يتقدمون. البطل مع البداية بن جبران. طايش 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 وبن شريم قادم. وهنالك عبد الله بن سعد بن طالب مع انطلاقة ثمين على المركز الثالث. الأمتار الأخيرة بن شريم وبن شريم راشد بن طالب وعبد الله بن سعد. لمن هذا الانتصار؟ لمن هذا الإبداع؟ ولكن خلاص عبد الله بن سعد بن طالب الفهيدة مع انطلاقة ثمين الذي تواجد وقدم لنا شعاره بالمركز الأول وحلق بهذا الفوز والانتصار الكبير. تهانينا والف مبروك. ثاني الأسماء طالب بن خالد بن طالب بن شريم مع انطلاقة عجيب. ثالث المراكز صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل مع لبيب. رابع الأسماء كان التواجد من قبل طايش سالم بن جابر بن جبران بينما التواجد من قبل خامس المراكز. نعود وياكم مع المركز الخامس. نجم بشعار مسفر بن محمد بن مسفر آلف طيح اليامي. هكذا تابعنا هذا التواجد الذي أتى بحضور هؤلاء الأبطال والشعارات التي تواصلت بهذا النجاح الباهر. العودة وياكم إلى التوقيت الزمني 3 دقائق 14 ثانية 34 جزء من الثانية. عبد الله بن سعد بن طالب المري مع انطلاق الثمين. التواجد من قبل عجيب طالب بن خالد بن طالب بن شريم المري 3 دقائق 15 ثانية 32 جزء من الثانية. لبيب ثالثا صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابل 3 دقائق 17 ثانية 71 جزء من الثانية. توقيت الحاصل على المركز الثالث. المركز الرابع كان الحضور من قبل طايش بشعار بن جبران. وخامس الأسماء كان التواجد نجم مسفر بن محمد آلف طيح اليامي. تابعنا وإياكم هذه الأسماء التي حضرت بكل قوة وكان التواجد من ذلك الشعار الذي أتى وقدم لنا هذا البطل عند الأمتار الأخيرة. تهانينا تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. ولا زال التواصل مستمر. تغارد ونهاق ومن عليها تحتمي وتغار
في منادمها نفيسة في مغانمها لها عند الشدو جذلو ولها عند العدو بسم الله الرحمن الرحيم.